المداخلات المهمة دائما مع الأستاذ العزيز والقدير محمد الشيخ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم. مساء الخير أبو عبد الله. أبو عبد الله تسمعني؟ يا هلا ومرحبا حاتم. مساء الخير، يعطيك العافية. أهلين وسهلين. طول لي بعمرك. أبدأ معك الحديث أستاذ محمد الشيخ عن قرار لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اللي جاء بعد تنسيق مع رابط الدوري المحترفين فيما يتعلق في تأجيل بعض الجولات ولعب بعض الجولات بالإضافة للعب بعض الأدوار الخاصة في كأس خادم الحرمين الشريفين أثناء مشاركة الأخضر في كأس آسيا. هذا القرار جاء يعني هل هو جاء أولا كاستجابة لضغوط بعض الجماهير والأندية أو تفهما لرغبات بعض الأندية، أم نقول أنه الاتحاد السعودي درس الموضوع من زاوية أخرى لم يدرسها سابقا؟ أولا المنطلق للاتحاد السعودي في أي قرار هو مصلحة الكرة السعودية أولا وأخيرا. مصلحة الكرة السعودية سواء مصلحة منظومة العمل في الاتحاد السعودي، مصلحة الأندية، مصلحة المنتخبات الوطنية، وليست أبدا مبنية على الضغوط. لو كان هناك وجهات نظر يمكن أن يجد الاتحاد السعودي فيها إيجابية لا مانع من السير باتجاهها ودراستها وحلحلتها لأن تكون في صالح منظومة العمل بشكل عام، ولكن فيما يتعلق بجدول الدوري كانت هناك في دراسة معمقة لواقع الموسم. أيضا هذه الدراسة تم إشراك رابطة الدوري المحترفين والأندية فيها للخروج بأفضل الخيارات، وتم عبر ذلك تنسيق كبير بين الأطراف، انتهى إلى أن هذا الخيار هو الأفضل للجميع، هو أفضل للمنتخب السعودي، هو أفضل للأندية، هو أفضل للدوري. الدوري مثلا مقرر أن ينتهي حاتم في 2 مايو المقبل، أي بنهاية شهر شعبان، صحيح. وهنا نتحدث عن الدوري، بينما الموسم سيمتد إلى منتصف رمضان باعتبار أن الأدوار النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين دور الأربعة والنهائي يلعب في منتصف حتى منتصف رمضان، وبالتالي لديك 5 جولات. البعض الذي يتحدث عن حتمية إيقاف الدوري يتناسى أو لم يقرأ جيدا جدولة الدوري المسابقات بشكل عام، وبالتالي هو يتصور أن المصلحة تقتضي فقط إيقاف الدوري، ولكن لديك 5 جولات حينما توقف الدوري لابد وأن تبحث عن مكان آخر لها بعد هذا الإيقاف. هذا التأخير سيضطرك للعب طوال شهر رمضان، وهذا ما لا يمكن باعتبار أنك ستدخل على العشر الأواخر مما يحول دون القدرة على اللعب في مثل هذه الأوقات. وبالتالي أيضا أعظم من ذلك حاتم، أنت لديك قرعة كأس دوري أبطال آسيا في 22 نوفمبر المقبل، صحيح. لديك أيضا كأس زايد للأبطال، أندية سعودية تلعب في هذه، أيضا لجنة المسابقات ستكون أمام تأجيلات قادمة للدوري، وبالتالي عملت لجنة المسابقات على الخيار الأفضل بحيث يتم تثبيت الجولتين 15 و16 وأن تلعب الأدوار الثلاثة من كأس الملك بحيث ينتهي الموسم كما هو مقرر له. جميل. ويكون هذا أفضل الخيارات للجميع. جميل. يعني اللي أفهم منك أبو عبد الله أستاذ محمد الشيخ أن هذا كان الخيار الأفضل وليس الخيار المرضي. الخيار الأفضل ولربما اليوم هو المرضي للأندية. ولذلك حينما نقول أنه تم التنسيق مع الرابط والأندية بات هو المرضي، لأن الجميع الكل من التفت إلى واقع الموسم وإلى الرزنامة أدرك تماما أنه ليس لا أقول من الصعوبة بل من الاستحالة تأجيل 5 جولات. جميل. ومن ثم الذهاب إلى نهاية رمضان. جميل. طيب ليش كان جامد الاتحاد في موضوع عدم حتى التفاهم في فترات سابقة عندما ذكر بأنه الدوري مستمر والرزنامة واضحة ولا يمكن تغييرها؟ لا طبعا الاتحاد مر بمرحلتين، صح. وسط هذا القرار في اتحاد سابق كانت له وجهة نظر، الاتحاد الحالي قام بدراسة الموضوع من أجل الوصول إلى الرؤية التي تخدم الجميع وتخدم الدوري أساساً. يعني ليس من صالحنا أن يضعف الدوري ونحن نبحث أن يكون الدوري واحد من أهم 10 دوريات في العالم.
ليس من صالحنا أن أيضا تتضرر الأندية وبالتالي ينعكس على عدالة المنافسة. ولكن نحن أمام خيارات أحلاهما مر، وهذا جميل. الخيار هو الأفضل للجميع. جميل. طيب أنا أعتقد أنه كثير من الجمهور على الأقل الجمهور المنطقي يتفهم عملية التغيير اللي حصلت في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن أيضا سؤال مهم جدا عن موضوع تخطيط استراتيجي حتى أحيانا في موضوع المسابقات، موضوع الحديث مع الأندية، الجلوس معها، خاصة أنه باقي الدور الثاني لسه ما وضعت طبعا الجدول لم يوضع حتى اللحظة. فهل الاتحاد السعودي يدرس فعليا الفترة المقبلة تجاوز مثل هذه الأمور؟ طبعا الاتحاد السعودي اولا لديه استراتيجيه، الاتحاد السعودي الحالي برئاسه الاستاذ قصي الفواز لديه استراتيجيه. هذه الاستراتيجيه مبنيه على ان الاساس في خدمه منظومه العمل في الكره السعوديه هي المصلحه الوطنيه بالدرجه الاولى. تتقاطع هذه المصلحه مع مصلحه الاخرين، مصلحه الانديه لا شك، لان لا يمكن ان تبني مصلحه اتحاد الكره خارج عن نطاق مصلحه الانديه. ولكن ما هو أهم من كل هذه المصالح ومصلحة المنتخبات الوطنية، نعم هناك دراسات، هناك مشاركة في الرؤية، ولكن يظل القرار أولا وأخيرا للاتحاد السعودي لما فيه هذه المصلحة أو بلورة هذه المصلحة. واليوم احنا جينا لهذا الموضوع وأثبت الاتحاد السعودي الذي يقوده الأستاذ قصي الفواز أن المصلحة تبدأ وتنتهي عند مصلحة الكرة السعودية. يعني أستاذ محمد شيخ تؤكد أن الاتحاد يسمع لكن لا يتأثر، يعني أو يستجيب للضغوط؟ نعم، لا يستجيب للضغوط بل يستفيد مما يطرح. جميل. وأنا أعتقد أنه يعني سنكون نحن معزولين أو كأننا في جزيرة أخرى غير واقعنا حينما لا نسمع لردود الأفعال وجهات النظر. جميل. وبالتالي ولكن يظل القرار أولا وأخيرا هو قرار الاتحاد السعودي. جميل. طيب يعني حتى لو تحدثنا عن الاتحاد السعودي، ممكن أنت دائما نزعجك أبو عبد الله بحكم أنك صوت الاتحاد الرسمي، لكن أيضا يبدو أنه في توجه للعمل والصمت فقط من جميع الأطراف، من جميع الأعضاء، حتى يعني كثير من الأحاديث والجدل اللي يحصل مع تعيين بعض رؤساء اللجان اختفى مع هذا الاتحاد، فيبدو فيه استراتيجية حتى فيما يتعلق في موضوع التعامل مع الجمهور والتعامل مع الإعلام. أثق تماما حاتم أن الخطة المرسومة من قبل الأستاذ قصي الفواز مبنية على المكاشفة، مبنية على الشفافية، مبنية على التواصل مع كافة أطراف اللعبة، سواء الأندية أو الإعلام أو حتى الجمهور. يعني تخيل بكرة هناك ورشة عمل تنظمها لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية للارتقاء حتى بتشجيع الجماهير. هناك أيضا رؤية لابتعاث روابط الأندية للأندية العالمية للاستفادة من آخر ما وصل له التشجيع. الاتحاد نعم خطته أن تقوم على التواصل وبناء الجسور مع كافة الأطراف، ولكن في المقابل أيضا من ضمن هذه الاستراتيجية أن لا يسمح لكائن من كان للتطاول على هيبة الاتحاد، أولا للطعن في ذمم العاملين والمسؤولين في الاتحاد، ولن يكون هذا ايضا بالاصطدام مع عذرا ابو عبد الله. هذه هل هي لا بس نقطه مهمه، بس هل هي يعني لغه ضبط ايقاع او لغه تهديديه تخويفيه؟ ابدا، انا لو اقول انها لغه تهديديه لما قلت ان نحن نتشارك مع الجميع ونمد التواصل وجسور التواصل مع الجميع، ولم اقل اننا تهمنا الانديه كما يهمنا الاعلام كما يهمنا للجمهور، ولكن هناك ضبط قانوني لهذه المسائل جميعها. العلاقة التي تمتد بين الأندية والاتحاد هي علاقة مبنية على القانون. جميل. العلاقة التي تمتد بين الاتحاد والإعلام مبنية على القانون. وكذلك الجمهور، بقدر ما نسعى لرفع سقف الشفافية، بقدر ما نسعى لمد جسور التعاون بين الجميع، بقدر ما نريد أن نؤسس إلى تعامل مبني على هذا القانون. يعني هذا التجاوز أو هذا الطعن في الذمم الذي يعني هل يخفيك حاتم وإحنا أبناء الإعلام أنه وصل في مرحلة من المراحل إلى الطعن في الذمم؟ هل يخفيك حاتم أنه تم التجاوز على الأشخاص في 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 يعني كينونة الشخص نفسه؟ وبالتالي لا، نحن سنذهب إلى الإجراءات القانونية التي تكفل للجميع أن يتعاطى بصورة حضارية
فيما يتعلق باللغة والتعاطي الإعلامي. جميل. إذا رسالة الجميع بأنه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي إما أن تتحدث ومعك الأدلة وبلغة محترمة، أم أنه في حال التجاوز ستحاسب وتحال للجهات القضائية والمختصة زي ما شاهدنا أصلا في بداية الاتحاد السعودي لكرة القدم مع أحد الزملاء. طبعا أنت اليوم الدولة بشكل عام حينما تعمل على إيجاد منصات قانونية، الهدف منها ماذا؟ الهدف منها حماية الجميع وأن يكون الجميع تحت سقف القانون. وبالتالي اليوم لدينا مثلا الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، يعني بس الفكرة مين بكتم حريات بقدر ما هو ولا نسمح ولا أنا من جهتي، واليوم موجود الدكتور تركي العواد وهو عضو في الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، لن نقبل أن يتم تكميم الإعلام ونحن أيضا من ضمن هذا الجسم الإعلامي. جميل. ولكن أيضا لن نقبل أيضا للإساءة بالفوضوية. نحن كإعلاميين حاتم لن نقبل للإساءة للإعلام من خلال أصوات تتجاوز في دورها الإعلامي أو في مهمتها الإعلامية من خلال الطعن أو الإساءة. جميل، واضحة النقطة هذه يا أبو عبدالله، وإن كنت أيضا تحدثت فيها فترات سابقة، لكن بتحول معك بشكل سريع عشان الوقت داهمنا للأخضر السعودي، في مناقشات مستمرة مع بيتزي؟ لا شك طبعا أن هناك إدارة للمنتخبات. طيب قبل المناقشات في رضا حتى اللحظة على المراحل السابقة الإعدادية؟ نعم أعتقد في رضا وتطور ملموس منذ الإشراف على المنتخب في مرحلة الإعداد في تصفيات كأس العالم وحتى المشاركة، وإلى اليوم المنحنى يسير في شكل تصاعدي، وبإذن الله كل هذا يستثمر، هذا التطور يستثمر بالظهور بالصورة المثالية التي نتمناها في كأس آسيا. جميل. القائمة يعني متى راح تكون ثابتة بشكل نهائي؟ طبعا هناك مراحل الإعداد حتى المرحلة الأخيرة ستكون الأمور واضحة بالنسبة للتشكيلة، وستقدم قبل إغلاق باب تقديم القوائم بالنسبة للمنتخبات المشاركة. اليمن والأردن كمنتخبات يعني ينتظر انعكاسات فنية عالية من المباريات اللي راح تلعب معهم في هالمرحلة؟ طبعا بناء المباريات الودية تكون أولا مسؤولية الجهاز الفني، هذه الأمر الآخر حتى هذه المسؤولية تنبني على الهدف من هذه المرحلة. المنتخب السعودي للتو قد لعب مع منتخب البرازيل، وبالتالي هذه المراحل المتفاوتة تكون وفق دراسة أيضا فنية وبدنية. جميل. من كل مرحلة، وهذه أيضا معني فيها السيد بيتزي. جميل. كان في كذا ملف ودي أتحدث معك فيه أبو عبدالله أستاذ محمد الشيخ، لكن للأسف الوقت داهمنا والحديث معك ممتع، وإن صبحنا بعض الأحيان نخاف أبو عبدالله أن نتناقش بعض الأمور في الاتحاد، لكن أنت أعطيتنا تطمينات اليوم. شك تماما حاتم، أبواب الاتحاد مفتوحة، صوت الإعلامي صوت يهم الاتحاد، ولكن أيضا لا نريد أن نتحسس وكأننا نمارس شكل من أشكال التخويف للإعلام. جميل. لن نقبل، أقول لك لن نقبل. جميل. ولكن أيضا نريد أن نؤسس إلى لغة حضارية مبنية على سيادة القانون بين كافة الأطراف. جميل، الشكر لك أستاذ محمد الشيخ، لأنك فعلا في كل الظروف أنت متعاون معنا أمانة مع وسائل الإعلام. شكرا لك أبو عبد الله على حضورك معنا اليوم في دورينا. واجبنا يا حاتم. شكرا للأستاذ القدير محمد الشيخ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللي تحدث عن بعض الملفات المرتبطة في الاتحاد السعودي والأخضر السعودي. فاصل إعلاني قصير وبعد فاصل نرجع في دورينا.